بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نستكمل حديثنا في Chapter 4 من مادة Intermediate Accounting. في هذا الفيديو بدنا نحكي عن الـ Earnings Per Share اللي هو نصيب السهم من الأرباح. طبعا مش صدفة انه هذا الموضوع بيجي مباشرة بعد الـ Net Income، لأنه الـ Earnings Per Share هو عبارة عن نسبة تمثل نصيب السهم العادي من الأرباح المخصصة للأسهم العادية. الآن القانون اللي أمامنا هو بيمثل طريقة حساب الـ Earnings Per Share. طبعاً هو عبارة عن الـ Net Income اللي هو بيكون يعني موجود في الـ Income Statement minus Preferred Dividends اللي هي توزيعات الأسهم الممتازة. الآن الناتج هنا في البسط بيكون Net Income Available for Ordinary Shareholders اللي هو Net Income المتاح لحملة الأسهم العادية فقط. الآن بنقسم هذا النت انكم المتاح للأسهم العادية على الـ Weighted Average of Ordinary Shares Outstanding، بنقسمه على الأسهم العادية المصدرة أو المتوسط المرجح للأسهم العادية المصدرة. طبعاً هذه النسبة هي تعتبر A Significant Business Indicator، يعني هي مؤشر مهم جداً في عالم الأعمال، يعني هي تقيس الـ Performance للمؤسسات للشركات، لأنها هي اصلا بالاصل يعني مشتقه من الايرنينجز او من النت انكم. ايضا هذه النسبه ميجرز ذا دولارز ايرند باي ايتش اوردينري شير، يعني هي تقيس الدولارات او الوحده النقديه اللي اكتسبها كل سهم عادي. بناء على ذلك المعايير الدوليه تتطلب من الشركات انه يتم الافصاح عن هذه النسبه للايرنينجز بير شير في الانكم ستيتمنت. على سبيل المثال هذه يعني الانكم ستيتمنت للشركه، بنلاحظ انه في النهايه في عند الايرنينجز بير شير اللي هو 1.74 دولار لكل سهم عادي، بيطلع له دولار و74 سنت. حتى نفهم الموضوع اكثر خلينا نشوف هذا المثال. كل هذه الشركه ريبورتس نت انكم اوف 350 ألف دولار، هذا النت إنكم. It declares and pays preferred dividends of 50,000، يعني في عندي توزيعات للأسهم الممتازة بقيمة 50,000. طبعا هذه 50,000 راح تروح بين 350,000 لأنه حملة الأسهم الممتازة أرباحهم يعني أو توزيعاتهم راح تقتطع من النت إنكم، لأن بظل من هنا 300,000 هذول للأسهم العادية for the year. الآن the weighted average number of ordinary shares المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المصدرة during the year خلال السنة هو 100,000 shares، 100,000 سهم. الآن احنا بدنا نحسب هنا الـ earnings per share، يعني نصيب السهم العادي من الـ earnings هو يساوي 350,000 ناقص الـ preferred dividends، بيطلع طبعا 300,000، بنقسمها على الـ weighted average of ordinary shares outstanding اللي هو الـ 100,000، بيطلع عندي 3 دولار بير شير، يعني كل سهم بيطلع له 3 دولار. طبعا هنا بيجي يعني المستثمر واليوزرز بيقارنوا بين شركة وشركة، يعني مثلا شركة بنفس القطاع بتعطي 3 دولار لحامل السهم العادي، ممكن شركة ثانية تعطي 4، ممكن شركة ثانية تعطي دولار إلى آخره. فهنا المفروض انه الشركة اللي بتعطي رقم اعلى بكون يعني اداها افضل واليوزر بروح يعني يستثمر فيها. فهذا يعني بعطي انديكيتر مهم للانفستمنت في السوق المالي. هذا هو موضوعنا اليوم بكل بساطة، ارجو انه يكون مفهوم للجميع، والسلام عليكم.